فامي جيسبيغ تكونوا مزيان. بزاف د الناس حيت غبرت سولوا عليا، وشي وحدين اخوتي عجبهم الحال وضحكوا، واللي حسبناهم خوتنا وزعما وتعاشرنا معاهم تفلاو علينا وقلبونا اخوتي ما علينا. القصه ديال هاد الغبره ديالي غادي نقول لكم في هاد ستوري هذا البلان وما فيه. فاش كانت الكومبا النيزه اللي كان لاعب هشام ملولي مع نزار شنوطرا، انا كنت تما كنصور كيف العاده عادي، واحد اللقطه نتقل ملولي قال لهم تا ما غادي يصور فوسط سميتو فوسط الكومبا باش ما يخرج زعما شي حاجه ولا شي لعبه. قلنا له صافي، انا فاش غادي ندير التليفون في جيبي كنقلب، فجاه ما لقيتش كاع التليفون، كنقلب كنقلب الى حطو في فيديو اللي ما يشان في يوتيوب تقعد تشوفوا راني كنقلب يضايخ ما مركزش ما كنتفرج ما والو. تما مشى لي اخوتي التليفون وطاح ليا و ايام ما غبرت عليكم. وبنادم اللي كنت كنحسبته خويا وزعما كنسطوري معاه وهذا ما دارش حتى ستوري، خسر عليا ستوري وقال لهم الخوت الشكح راه مشى له التليفون وهذا 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 زعما وقصامي وهذا ميساج اونفوي لذاك السيد. فاش كانت عندك انت 400 كاك كنت كنطاقيك وهاني وما عندكش جرام ديال المشكل، وكانوا كيصوني دي ميساج كيقولوا لي شكحره كندخلوا كنتفرجوا فيك، هي علاقه بلك حيت كاين انت تما في ستوري. شوف تعيا ما تحفر لي، تعيا ما تبغي تطيحني، الحمد لله ربي معايا ومازال صغير كش كتعرف بحال خويا الكبير. ساعه صدقتي انت فيك قلبك كرس بحال الله، وكانوا الناس كيقولوها لي وما كنسمعش الهضره وماشي مشكل. دابا بين ليا المهم القصه ديال ديك التليفون اخوتي راه اكس مبهمه غامضه ما فهمت فيها والو. انا اللي درت مشيت درت ديكلاراسيون عند البوليس وصافي، هادشي اللي كاين الناس اللي كانوا تما راه عارفين شنو كاين. شوف وديك 500 كان لي زعما راك في التيني زعما وكدير راسك راك واعر، راه ما كيدخلوش كيتفرجوا كيضحكوا معاك كيضحكوا عليك على ديك المهزله اللي درتي. وديك اش من كومبو، هذيك اش من كومبو، لا انت لا هو شي كيضرب في الغرب كيضرب في الشرق، اقسم بالله الا زيرو اخوتي كنا زعما جا والو كومبا فيبل وزيرو، وان ينصركم فلا غالب لكم. اللي حفر شي حفره كيطيح فيها شكحل هاد الهضره هادي.